كل السنين دي وما فكرتيش في بنتك التانية؟ عايشة في العز والهنا والنعيم ده كله ورميتيني في الذل والمربوطة؟ صعبتش عليكي؟ انتي سايباني الراجل بخيل ومفتري وما بيرحمش؟ ما فكرتيش فيا؟ كنتش بتقولي يا ترى البنت دي جعانة ولا عيانة ولا حتى ماتت؟ ردي عليا، قولي لي يا ستيني ليه في الفقر والشقا وخدتيها هي؟ اشمعنى لي الاسباب؟ هو اني مش بنتك زيها؟ ردي ردي عليا. يا شيخ حرام عليكي، حرام عليكي، ده انك عمرك لا يا شقات من كتر المرمطة والجري في الشوارع. عمري راح من غير ما اعيشه. انت لو بني ادمه كنت دورتي عليا. وتدوري عليا ليه؟ ما انت عارفه مطرحي، بس ما سالتيش فيا. خدتي بنتك وهربت بيها ورميتيني اني انتي ام؟ انتي ام ازاي؟ هو اللي بين ضلوعك ده قلب؟ هو اللي بيجري في عروقك ده دم؟ لا لا، أني بكرهك! أيوة بكرهك! على قد ما كان نفسي أشوفك وأحضنك وأتملى منك، على قد ما بكرهك! بكرهك! بسبب العذاب اللي شفته مع السلطان! أنتِ والسلطان؟ أنتِ والسلطان منكم لله، مش مسامحاكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم! حسبي الله ونعم الوكيل فيكم!